بهذا الصمود الأسطوري والأصولي. نعم أيها الأحبة، باسم المقاومين الأحرار يحيى السنوار والعاروري، وباسم مروان البرغوثي وزكريا البيدي، باسم أحمد سعدات وباسم الشيخ بسام السعدي وسعيد الطباسي وكل الأحرار يقولون لأبطالنا: نحن معكم على العهد والوعد أن نستمر بمسيرة ياسر عرفات وأحمد ياسين والشقاقي وأبو علي مصطفى وعمر القاسم حتى تحرر أرضنا. أيها الأهل، أيها الأحبة في مخيم جنين، بعض الرسائل المهم أن نوصلها لكم. كل التحية وكل التقدير للنساء والرجال والشباب الذين صمدوا في هذا المخيم، كل الاحترام للمرأة التي تعمل الشاي، كاسة الشاي وفنجان القهوة أيها الأحبة، التي تضم جراح المقاومين. والله أجرها عند رب العالمين عظيم. رسالي لكل أهلنا في مخيم جنين أن يكون الصامدين الثابتين قدوة لكم، أبناءكم يقاومون ويقاتلون. من يطلق الرصاص ومن يقدم فنجان القهوة له الفوز العظيم إن شاء الله والجنة إن شاء الله. رسالة لأهلنا، رسالة إلى الجبهة الداخلية، رسالة إلى هذه الحاضنة التي احتضنت الشهداء والأبطال والجرحى، نقول لكم: هؤلاء الشهداء والجرحى والمعتقلين هم أبناءكم. ومن هون نبرك كل التحية والتقدير لمن يصمد ويثبت من النساء والرجال والشيوخ في هذا المخيم، ليأكدوا أننا على قلب رجل واحد، صامدون ثابتون. لن ينجح نتنياهو، ولن ينجح ابن غفير، ولا سموتريتش، ولا جنت، ولا جلان الذي ما زال إلى الآن عاجزا أن يحقق أي انتصار في غزة، لا انتصار سياسي ولا انتصار عسكري. غزة وطوفان الأقصى حسمت المعركة من اليوم الأول عندما أضاعت هيبة هذا الاحتلال الذي يملك أكبر ترسانة عسكرية في المنطقة. ومخيم جنين أيها الأحبة، وجنين تخوض المعركة تلو المعركة منذ عملية طوفان الأقصى المقدسة. مخيم جنين أكثر من 12 اجتياح، أكثر من 12 معركة، توحد أبناء المدينة وأبناء الريف وأبناء التنظيمات على قلب رجل واحد، وقالوا بأن هيبة الاحتلال التي مرغت بالتراب مع شارون عام 2002 ومع بنيامين نتنياهو عام 2023 في غزة لن تنجحوا في ضرب أهلنا في الضفة. مهما قتلتم أكثر من 200 شهيد وليس بآخر أبطال عملية الأنفاق أبطال القسام، أكثر من 2800 أسير، أكثر من 700 مخصوم، بناء المستوطنات، تهويد القدس وجر الماجدات أخي أيد العزمة في المسجد الأقصى. هذا الغضب وهذا البركان يا شباب فلسطين، يا شباب الضفة، يجب أن ينفجر في وجه هذا الاحتلال وأن يكون طوفانا ضفاوي حتى القدس إن شاء الله.